قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. المملكة العربية السعودية. ها؟ أبي، أعتقد أن هذا المكان مناسب للتخييم. سوف نذهب إلى مكان رائع على الجانب الآخر من هذه الجبال. في هذا الكتاب العديد من الأفكار الرائعة والمثيرة التي يمكننا القيام بها في هذا المخيم. حسناً، سوف تكون نورة المسؤولة عن الترفيه في هذه الرحلة، ما رأيكم؟ شكراً على ثقتكم، أعدكم بقضاء أجمل الأوقات في هذه الرحلة. أبي، كيف حالك؟ ماذا؟ حسناً، سوف نأتي حالاً. قبل كل شيء سوف نبدأ عذراً يا نورة، سوف نذهب للقرية فوراً، جدتكم مريضة. جدتي؟ الحرارة مرتفعة قليلاً. نعم، أشعر بذلك، يجب أن نتصرف حالا. سوف أقوم بتحضير كمادات الماء البارد لنضعها على جبينها. سوف أقوم بتدليك أطرافها حتى ننشط دورتها الدموية. سأساعدك يا أبي. جدتي؟ حمداً لله على سلامتك يا أغلى الناس. كنا في شدة القلق. الحمد لله، أنا بخير الآن، يكفي شعوري بكل هذا الحب منكم. بعد شفاء جدتي شعرت بإحساس جميل لا يوصف. سوف أقوم بتأليف كتاب عن البر ودوره المهم في إطفاء الحب والسعادة على حياتنا.